طعام ياباني. مرحبا، تعال من هنا رجاء. الطنبورة. في اليابان يطلق على جميع تحضير المكونات. أولا لنقطع الجمبري. يعد تنبور الجمبري المقلي هو ألذ طبق. دعنا نختار مكونين: بريلا خضر، الشيتاكي، اصنع الخليط. استخدم الماء المثلج لجعل التندورة أكثر قرمشة. يقلب جيدا ويغطى بطبقة رقيقة من الخليط. نبدأ بالقلي. يبدو الطنبور المقرمش مغريا للغاية. لا يمكن للضيوف الانتظار أكثر من ذلك، نضعه في الطبق. رائع، الطنبورة اللذيذة جاهزة. شكرا للانتظار، ها هو مطبخك. دعونا السوشي. السوشي هو طعام. قم بصنع لفة سفينة الحربية. أخرج ورقة عشب البحر وقطعها إلى 4 قطع. ضع أرز السوشي في يديك. اضغط على الأرز وستصبح كرة الأرز جاهزة. الناتو. الأعشاب البحرية. الأعشاب البحرية. الذرة. الذرة. الناتو.
شجاع. لفت السفينة الحربية اللذيذة جاهزة. اصنع سوشي مضغوطا يدويا. التونة. لنصنع كرات أرز السوشي. لنضغط أرز السوشي بأيدينا. يبدو مغريان. لا يمكن للضيوف الانتظار أكثر من ذلك. نضعه في الطبق. أجل، السوشي جاهز. رائع. معذرة على المقاطعة، ها هو مطبخك. شكرا جزيلا، لتحظى بيوم جميل. مرحبا، تعال من هنا رجاءً.